نيجي لبرج الميزان. برج الميزان بقول له الفتره ديت انت ابتديت تفكر صح، او الفتره اللي فاتت الشهرين ثلاثه اللي فاتت كنت متوتر، كنت في زحمه، كان في صربعه، كان في زحمه، فبقول له الفتره دي انت ابتديت تفكر او تحط بلان للمرحله اللي جايه. البلان اللي انت حاططها صح جدا، كمل في اللي انت ماشي فيه، وفكر وشغل دماغك اكتر، لان المرحله الجايه عنده مرحله انتقاليه هتغير حياته لحوالي 19 سنين قدام، اوكي، سواء على الصعيد العاطفي او العملي او الاهل. عيدوا حساباتكم تاني كلها وفكروا كويس وخدوا القرار، بس البلان اللي تحطوها فكروا فيها كويس، او خدوا راي ناس بتثقوا فيها حواليكم، علشان دي اللي هتغير مساركم الفتره اللي جايه، ال 10 9 سنين او 10 سنين اللي جايين.